أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع 13 كما يظهر أمامكم في الشاشة. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بمناقشتها ودراستها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. سنبدأ أسبوعنا بحصة قراءة وقراءات في الأميرة وبنت الريح. هنا سنجري اختبار قراءة لك، سأختار الصفحات بطريقة عشوائية، ولكن سأعطيك قبل ذلك علما بالصفحات التي ستكون ضمن الاختيارات. عندما تريد أن تؤدي اختبار قراءة، بالطبع ستكون القراءة جهرية، عليك أولاً جودة النطق وحسن الأداء وإخراج الأصوات من مخارجها الصحيحة، تمثيل المعنى. هنا نقصد عزيزي الطالب عندما تريد أن تمثل المعنى أن تعطي الاستفهام نبرة صوت تختلف عن الجملة الخبرية وكذلك. الوقف المناسب عند علامات الترقيم، السرعة الملائمة للفهم والإفهام، وبالطبع نحن لا نغفل عن ضبط حركات العبرة. وبالطبع عزيزي الطالب سيكون هذا هو أسبوع العرض، ومن المهم جدا في هذا الأسبوع أن تعرف مهارات التقديم التي قمنا بالتعرف عليها، وأولها الاتصال المرئي. هنا الاتصال المرئي يساعد على جذب الجمهور وترك انطباع إيجابي لديهم. يشترط أن يكون لديك الوسائل فعالة قادرة على لفت انتباه الجمهور، وهو كما قلت لكم مثل تصميم الشرائح بطريقة جذابة، أن تقف وقفة صحيحة. هذا الأمر يجذب المتلقي دون أن تلفت انتباهه بطريقة غير معتادة. دعونا نواصل. التواصل مع الجمهور، هنا لتستطيع أن تقيس بشكل مبدئي رأيهم حول موضوع العرض، إلى جانب المساعدة في إقناعهم بشكل شخصي ومباشر، كما يعتبر في هذا العنصر من أهم عناصر مهارات العرض والتقديم. الاتصال اللفظي، يجب أن يكون أنت كمقدم لمشروعك طريقة حديثك واضحة مباشرة لنقل الرسالة التي تريد إيصالها وإرسالها إلى الجمهور. الصدق، ويجب أن يكون العرض عرض مشروعك ومقدم العرض يتحلى بالصدق، أن يكون خالياً من المبالغة. بالطبع هذا يؤثر على نظرة الجمهور ورأيهم لمشروعك، فيتأثر، يستطيع المتلقي أو المشاهد أن يشعر بطريقة ما إذا كنت أنت صادقاً أم لا. استخدام لغة الجسد، وهي أحد وسائل التواصل غير لفظي المهمة، حيث تساعد على جعل الجمهور يفهمون الرسالة بشكل أوضح، كما يعطيهم انطباع من مصداقية الملقي وثقته بنفسه. هذه استخدام لغة الجسد مثل إيماءات اليد، ربما الحركة في الغرفة نفسها، المشي بطريقة صحيحة، الوقوف أمام شاشة العرض إذا كان العرض يحتاج إلى ذلك بطريقة صحيحة. هذه لغة جسد أنا أعتبرها مهمة رغم أنها توصف بأنها غير مهمة. إليك الآن مجموعة من النصائح. التدريب على العرض، الابتسام بمنطقية، الابتسامة الطبيعية تعطيك ثقة بالنفس وارتياح الحضور. التحدث بسرعة ملائمة، أن لا نتحدث بسرعة كبيرة ولا ببطء، يصبح العرض مملاً إذا كان الحديث ببطء. تذكر أن الحضور أكثر تأثراً بالعواطف. انتقل بالنظر بإيجابية وعدم التركيز على جهة واحدة، ذلك يشعر الجمهور
أو المتلقي بأهميتهم. فإذا أنا سلطت الضوء على جهة واحدة، هنا تشعر الجهة المقابلة بأنها ربما تعطي أهمية لهذه الجهة أكثر من الأخرى. إذا شعرت بالتوتر، تنفس بعمق لتتحكم بالتوتر. الصوت المعتدل للارتفاع وغير المرتجف. الحماس والصدق والثقة بالنفس بتواضع. لا تستخدم النكت أو الأمثال أو الحكم خارج موضوع العرض. لا تطرح الأسئلة على من يقوم بمناقشتك. إلى هنا عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.